أكدت مملكة البحرين أن تغير المناخ يمثل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً عالمية وتعاوناً دولياً باعتباره تهديد لا يقل خطراً عن التهديدات التقليدية للسلم والأمن الدوليين. نعم، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن التغير المناخي والسلام والأمن. قال المندوب الدائم إن مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت مبدأ تحقيق التنمية المستدامة في صلب استراتيجياتها الوطنية، لا سيما في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مضيفا أن الآثار السلبية للتغير المناخي وعواقبه لا تضر فقط بالبيئة لكنها أيضا تهدد النظم الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية وتفاقم من حدة الأزمات. أشار السفير الرواعي إلى مبادرات وجهود مملكة البحرين في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، حيث قامت المملكة بإعلان التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.